بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبتي الصائمين ورحمة من الله وبركاته، تقبل الله صيامكم وأعمالكم الصالحة إن شاء الله. السؤال لهذا اليوم اللي هو اليوم الخامس من شهر رمضان، نقول: هل يصح الصوم من المريض؟ هل يمكن للمريض أن يصوم مع وجود هذه الأمراض الكثيرة والوباءات و المشاكل الكثيرة التي يتعرض لها المكلف؟ هل يصح الصوم من المريض أو لا يصح؟ طبعا المرض على أقسام كما تعلمون. تارة هنالك مرض يمكن للمكلف أن يتحمله، وقد يكون المرض لا يتحمله المكلف. فلو افترضنا أن المكلف يوجد مرض بداخله مريض، ولكن يمكن له أن يتحمل هذا المرض، يعني لا يشكل عليه حرجا ولا مشقة ولا ضررا، هنا في هذه الحالة يجب عليه أن يصوم. أما لو افترضنا أن المرض يطيل من مدة الشفاء، أو أن المرض يسبب فيه حرج ومشقة وضرر للمكلف، هنا في هذه الحالة لا يصح الصوم من المريض. بالتالي قد يوجب المرض عليه تأخر البرء، البرء يعني الشفاء، أو قد يطيل في مدة الشفاء، أو قد يؤدي إلى مضاعفات معينة، هنا في هذه الحالة لا يصح منه الصيام، بل يجب عليه الإفطار، بالتالي يجب عليه القضاء بعد ذلك. إذن لابد أن نميز ما بين المرض الذي هو فيه حرج ومشقة وما بين غيره من أنواع الأمراض. أسأل الله سبحانه وتعالى دوام العافية وتمامها بفضله وبمنه وببركة محمد وآل محمد.